الإطار رافع شعار حكومة خدمة، وبالتالي يريد أن يتحمل المسؤولية ويمضي بخطوات تشكيل الحكومة لتغيير الواقع الخدمي والسياسي. من يمنعهم؟ ما هي الحكومة كلها مالتهم، ما هي الحكومات كلها مالتهم، شنو اللي يمنعهم؟ يعني حكومة تصريف أعمال صارت فقط لما يجون تتخذون إجراءات لمصلحة الناس، يقول لك والله إحنا تصريف أعمال ما عندنا صلاحية، لكن مزاد العملة، نهب الأموال، تهريب الأموال، مشاريع وهمية، هذه المصايب اللي يوميا نسمع عنها، هذه مو تصريف أعمال، هذه هم وزراء وراهم قوى سياسية تدعمهم وتحميهم وتستفاد من عندهم. إذن القرار هنا، القرار انه تريدون تحلون الامور بطريقه على الاقل قبل ما يصير الانفجار اللي الكل تتوقعه. شنو اللي يمنع هذا الانفجار اللي تحدثين عنه حضرتك سيده شروق، بمعنى ان لا تكون هناك احتجاجات كبيره وانفجار مجتمعي كبير، شنو اللي راح يمنع هذا الانفجار؟ اللي راح يمنعه لما شنو الحل اللي ممكن يساهم على الاقل في تاخيره؟ يعني مو مساله تاخيره، هو الشعب لما يلمس اجراءات حقيقيه لمصلحته، والشعب العراقي يعني بعد ان يعني خلوه يعني مثل ما قلنا هسه حتى المي حصر عليه كل شيء بهالمأساوية، لما يلمس جديه في معالجه هذه المشاكل، مو اني انتظر يا اسوي حكومه بمعيتي وبشروطي حتى اسويها حكومه خدمه، من يصدق؟ من يصدق من العراقيين؟ لعد هي الاحزاب هاي الحكومه الحاليه منو اللي مشكل منو اللي مرشح الوزراء؟ مو هي نفسها الاحزاب؟ هذه يسموها حكومه تشرين هذه الحكومه؟ لا مو حكومه تشرين، لا اعوذ بالله، لا مستحيل استاذ علي ارجوك، هذه الحكومه ضيعت على الاقل قوى سياسيه ضيعت تضحيات، لا لا لا، القوى السياسيه نفسها هي، القوى السياسيه اللي بالسلطه تموه وتخلط الاوراق بهذه الطريقه، لا بالعكس، تشرين لا تقبل بان تسمى حكومه الكاظمي حكومه تشرين، جيب لي جهه محسوبه على تشرين تقبل بهذا، هذه اساءه كبيره الى تضحيات تشرين. وبالتالي ترفضون فكره تجنيد السيد الكاظمي؟ كانت اول طبعا بالتاكيد ضدها، اول مطلب لتشرين محاسبه القتله ما صارت، اول مطلب لتشرين محاسبه الفاسدين ما صارت، اول مطلب نريد وطن بعيد عن المحاصصه ما صارت، رفض الكل جماعه المحاصصه وملبى اي مطلب من مطالب الشعب العراقي، لا يعني هاي قضية انه تحسب هذه الحكومة على تشرين، هذه يعني مسألة فعلا لا تقبل.